السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اول حاجه ناخذ ثاني من وقتي وقتكم نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم وصفتنا باش تكون تركيه، هي سلطه تركيه، سلطه سفناريه بالياغورت الطبيعي. تو نوريكم الطريقه نتاعها، سهله وراهي بنينه برشا، وخاصه كيف ما قلت لكم توا رمضان على الابواب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. نحاولوا ننوعوا شويه في انواع السلايط في الماكلة، لو ماذا بينا ديما نهربوا شويه للحاجات الطبيعيه وما ناكلوش برشا حاجات مزيته. كيف ما قلت لكم السلطه هذه بالاساس متكونه من السفناريه والياغورت الطبيعي. لهنا كيف ما تشوفوا خديت المقله نتاعي، صبيت فيها كيف ما تشوفوا شويه زيت نباتي، تقريبا مغارفتين زيت نباتي، وعندي ثلاثة كعبات سفناريه بالحجم الكبير، يعني ثلاثة كعبات كبار فرمتهم، وباش نقليهم شويه في الزيت النباتي هذايا، مش باش نقليهم يعني جوست باش نذبلهم باش ما يبقوش حيين، نقولوا نحن باش ما يبقوش يتقرمشوا. كيف ما شفتوا هذوما ثلاثة كعبات سفناريه كعبات كبار برشتهم او فرمتهم، كل واحد شنو يقول. لهنا كعبات سفنيرية هذوما كيف ما قلت لكم باش نذبلهم شويه فك الزيت هذاك، يعني باش ما يبقوش يتقرمشوا، يعني ما يبقوش كاسحين في فمنا. الهدف منها العمليه هذه، يعني المرحله هذه، انه السفنيريه هذيك تولي لنا لينه شوي، يعني تولي طريه شوي، ما عادش هك تعمل لنا الحس في فمنا كي ناكلوها ولا تتقرمش. هي فما سلطه اخرى نتاع السفنيريه كنت شاركتها معكم قبل، تو نخليها لكم في صندوق الوصف زاده، ان شاء الله تستفادوا منها. هذه طريقه اخرى. كيف ما شفتوا نحركها بالسياسه للسفنيريه هذه ونخليها تتذبل فك الزيت هذاك، وكل مره نرجع لها نحركها كيف ما شفتوا، ديما نحركها ما نخليهاش لين تتحمر، لا جوست تتذبل برا. كيف ما شفتوا لهنا الفوليوم نتاع السفناريه نتاعنا هبط، يعني السفناريه نتاعنا بدات تذبل، يعني نقصت شوي في الكميه نتاعها. لهنا باش نزيد رشه ملح، مانيش باش نملحوها برشا، لا شويه بركه. ولهنا كيف ما تشوفوا رشه صغيره فلفل اكحل، صغيره بالكل، يعني حتى تهز بين صوابعك رشه صغيره فلفل اكحل. باش نخلطهم توا هذوما، يعني باش تفوح السفناريه هذيك. بالطبيعه كي تذبل السفناريه هذيك توصل لمرحله اني ذبلت ما نخلوهاش لين تحمر، لا ما نخلوهاش لين نقولوا نحنا تولي كراميل ولا حاجه، كي كيلو الكراميل، يعني ما نخلوهاش لين تتحرق السفناريه. ولهنا بعد ما طفيت عليها تعديت باش نحضر الياغورت الطبيعي. الياغورت الطبيعي عندي نص كاس نتاع 200 مليلتر، نص كاس ياغورت طبيعي، باش نحركه بالبيه باش تنحى منه وقت التكتلات هذيك، يعني باش يولي لنا الكل كيما الكريمه السائله، ما عادش يبقى لنا فيها التكتلات. لهنا هذا الياغورت الطبيعي نتاعي كيف ما قلت لكم نركض فيه بالبيه، لازم ما تبقاش فيه تكتلات بالكل، خاطر باش نخلطوا به السفناريه لازم الكل يكون كيما الكريمه السائله. لهنا كيف ما تشوفوا باش نزيد له مغرفه صغيره ثوم، يعني تقريبا سنتين هكاكا، مانيش باش نكثر. كيف ما شفتوا تقريبا سنتين كبار، باش نخلطوا بالثوم. الياغورت هذايا لازمنا نخلطوه بالثوم، خاطروا بالحق الثوم هذاك يبان الياغورت على الاخر. ديجا كنت زاد قبل وريتكم طريقه المقرونه بالياغورت الطبيعي، زاد بنينه على الاخر. فما شكون جربها، فما شكون ما تعجبوش، راهو مش بالضروره تعجب الناس الكل، راهو فما شكون تعجبو فما شكون لا، يعني كل حد وذوقه. لان كيف ما شفتوا اكل الثوم هذاك نحاول نحلو بالباهي في وسط الياغورت. ولهنا خديت بيريكس صغيره باش نخلط فيها السلطه نتاعي. لهنا هذه السفناريه تذبلت كيف ما قلت لكم، خليتها لين بردت خاطر لازمها تبرد، تتقدم بارده هذيا.
باش نحط توا السفناريه نتاعي في البيريكس باش نصب عليها الياغورت. كيف ما شفتوا مازالت السفناريه مازالت سخونه شويه وبرا يعني فيها شويه فار، خاطر بجنبها البريد يغلي بقت سخونه شويه. لهنا باش نصب الياغورت، كيف ما شفتوا نصب الياغورت نتاعي ونحرك. لازم السفناريه نتاعنا تتغطى بالياغورت، لازمها كلها تتغطى بالياغورت. جربوها الطريقة هذه بقدرة ربي باش تعجبكم، متأكدة باش تعجبكم، خاطر كلها حاجات يعني صحية ما فيهاش حاجات مضرة، يعني سفنارية خضرة والياغورت الطبيعي كيف ما تشوفوا الثوم وبالطبيعة شوية فحات. ومن بعد باش نزينوها بالزوزة. لأن كيف ما تشوفوا الياغورت ما شاء الله يعني الكمية كفت، يعني غطت لي كل السفنارية هذيك، وتشوفوا حتى اللون تبدل ولا كل اللورنجي، الياغورت ولا لونه كل اللورنجي. وخذيت توا الطبق نتاعي باش نصب فيه السلطة نتاعي باش نحطها في طبق التقديم نستويها، وبقى لي كان باش نزينها بالزوزة. بالطبيعة اللي ما عندوش زوزة مش بالضرورة هي تتزين راهي بالزوزة، اللي ما عندوش زوزة مش بالضرورة ينجم ياكلها بلاش يعني بلاش زوزه وبنينه راهي. وحاولوا انتوا انكم تجربوا حاجات كيما هكا. هذه السلطه نتاعي كيف ما شفتوا، هذه بعد ما استويتها في الطبق نتاع التقديم. بالطبيعه تو بقى لي كان باش نزينها بالزوزه كيف ما قلت لكم. كيف ما شفتوا عندي لهنا كعبت شويه بركه نتاع زوزه، لانا باش نحط نصها لهنا غاديك في الوسط والاخرين باش نكسرهم هكا بدايه كيف ما شفتوا، يعني باش نعملهم طروف نلقشها هكا بدايه، ومن بعد نحطهم من فوق باش نرشهم من فوق على السلطه، وبالطبيعة تولي جاهزة للأكل. كيف ما شفتوا ما تطلبش برشا وقت، ما تطلبش برشا جهد، وصدقوني راهي بنينة على الأخر. وخاصة اللي عنده صغيرات يحب يوكلهم الياغورت الطبيعي ويوكلهم الخضرة، حاولوا أنكم توكلوهم حاجات كيما هكا، تسنسوهم بحاجات طبيعية كيما هكا، حاجات صحية. هذه هي السلطة متاعنا كيف ما شفتوا، سهلة ماهلة، وما نحكي لكمش على البنة اللي فيها قد ما نحكي لكم بالحق وتقولوا مش صحيح. حاولوا انكم تجربوها كيف ما قلت لكم، صدقوني راني كي نعطيكم وصفة كان ما نكون مجربتها وذوقتها بيدي، يعني حتى ولو مانيش مقتنعة ولا حاجة نجربها ونذوقها وبعد باش نصورها ونوريها للعباد. راني هذه هي السلطة متاعنا كيف ما شفتوا حاضرة، كيف ما شفتوا ما شاء الله اللون نتاعها كيفاش، كل اللون لورانجي هذاك نتاع السفنيريا كي ذبلناها شويه في الزيت يعني تخلط مع الياغورت ولا لونها مزيان على الاخر. كيف ما شفتوا هذه فيديونا اليوم وهذه وصفه اليوم، ان شاء الله الفيديو عجبكم، ان شاء الله استفدتوا منه، ان شاء الله حصلت منه الفايده. نتقابلوا في فيديو جديد وفي امان الله.